نعمل برمجه ايجابيه لعقلنا هل زي ما بتهتمي النهارده بالنشاط الرياضي وان انت تودي اولادك تمارين هل بتهتمي بنشاطهم الذهني محتاجين ننظم الساعه الاولى والساعه الاخيره من يومي what starts right ends right اللي بيبدا صح بينتهي صح هو ده اللي احنا محتاجين الروتين بيخلي الواحد ما ياخدش باله من حاجات كتير قوي قدامه، عشان انشط عقلي محتاجه اكثر الروتين، اكثر المالوف، انا بخلي عقلي يفكر كل يوم في اساليب جديده مختلفه خروجا عن المالوف. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج ازاي. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن صحة المخ وإن إحنا إزاي من خلال نشاط اليومي إن إحنا نقدر نهتم بيه وكمان اتكلمنا في الحلقة اللي بعدها على إزاي إن إحنا نعمل برمجة إيجابية لعقلنا النهاردة هنبدأ بقى في التطبيق هديلكم 15 تدريب نقدر من خلالهم إن إحنا ندرب عقلنا ونخلي لياقتنا الذهنية في أعلى مستوى إحنا طبعاً وأولادنا بس في البدايه خليني كده اقول لكم على رمز العبقريه. يا ترى لما بقول اسم اينشتاين معقول يبقى في حد مش عارفه؟ اكيد كتير مننا عارفينه وبندرسه في المدارس وبنضرب بيه المثال لاولادنا. قصه اينشتاين وهو صغير الحقيقه كان فيها جدل كبير لانه اينشتاين كان طفل عنده مشاكل في الدراسه. وكان بيدي انطباع لكل من حوله ان هو عنده مشاكل في التواصل وكمان كل صوره يمكن اللي هنلاقيها على الانترنت بتوحي ان هو شخص يعني ملوش علاقه بالعبقريه او يعني ان هو شخص ملوش علاقه بفكره العلوم والبحث والمجال اللي هو كان متميز فيه كمان هو ما كانش متميز فقط في العلوم ولكن كمان كان بيعزف كمانجا وبيقدر يتعلم اي حاجه بسهوله جدا عبقرية أينشتاين فضلت لغز وسر خلى ناس كتير جدا تستنى الوقت اللي هو هيتوفى فيه عشان يعملوا تشريح للمخ وفعلا ده اللي حصل لما توفى في مستشفى في ألمانيا والدكتور اللي كان بيعالجه فعلا قرروا ان هم يبعتوا مخه للتشريح وفضل لغز السنين طويلة جدا بيحاولوا يشوفوا هو إيه اللي مختلف في مخه عن الآخرين يخلي عنده هذه العبقرية الشديدة لقوا التالي لقوا انه مخه زي اي مخ انسان عادي ولكن لقوا ان بعض الموصلات العصبيه بين يعني داخل المخ يعني ليها سمك اعلى شوي وده يدل ان هو يعني لما بداوا يدرسوا ايه السبب في ده انه كان بيشغل عقله كتير زي ما بنقول كده زي بالظبط كده لما بنكون عايزين نبني عضلات فبنشغل مثلا عضله الايد كذا مره فبتبدا العضله دي تبقى اكثر صلابه واكثر قوه هو ده نفس الفكره كل اللي كان بيعمله اينشتاين بيشغل مخه بيشغل مخه بشكل يومي فبالتالي بيحصل في كونكشنز او روابط كتيره تخلي عنده افكار غزيره. طيب ازاي بقى احنا نعمل الكلام ده؟ اول حاجه طبعا بنمط الحياه اللي احنا بنخليه مع اولادنا ان هو طول الوقت يا مذاكره يا اما روتين نمطي ما فيش فيه تغيير تغيير ولا تعديل او ان احنا بنستسلم ان احنا نخليهم قاعدين قدام الموبايلات او النت هنا اكيد مش هيحصل تطور فخلينا نتفق كده على قاعدة مهمة جدا ان احنا محتاجين الحاجات دي تبقى ليها زي رولز او ليها وقت معين عشان نبدا نلاقي مساحة للحاجات المفيدة اللي احنا هنتكلم عليها. طيب لو احنا جينا سألنا كل ام هل زي ما بتهتمي النهارده بالنشاط الرياضي وان انت تودي اولادك تمارين هل بتهتمي بنشاطهم الذهني؟ وهنا لما بتكلم عن نشاط ذهني ما بتكلمش عن المدرسة ولا الدروس ولا الحاجات اللي احنا بنبقى بنعملها عشان الدراسة يعني مش ان انت تديله كورس انجليزي عشان يبقى كويس في الانجليز في المدرسة لا ولا تديله مثلا كورس ماث عشان يبقى يجيب درجات احسن المهارات الذهنية اللي هي اللعب الحر والمهارات المختلفة اللي بتخلي عقله يشتغل على طول عشان نقدر نشوف يا ترى الامهات بيهتموا بالجانب ده ولا لا؟ هنروح نسألهم ونرجع تاني نشوف ايه هي التدريبات اللي احنا ممكن نعملها معاهم. النشاط الذهني بيبقى مهم للطفل ان هو بيوسع له مداركه، بيزود عنده ثقافه، بيزود عنده مفردات لغه، بيزود عنده طريقه في حل المشكلات ان حسب لما لما بيطلع على قراءات او قصص كتير بيشوف المشكلات وبيشوف حلها ازاي، بيكتسب برضه الصفات الحسنه اللي المفروض اللي بيتحلى بيها الشخص. أه، ايه الاخطاء من القصه ديت فيبتعد عنها ويحاول يتجنبها والله ممكن ان انا وهو صغير لسه عنده اربع سنين ابتديت ان انا انمي النشاط الذهني بالعاب المنتسوري نميت الاول ابتديت مع ستيب باي ستيب ابتدينا بأنه هو يلعب بمشابك باي حاجه زي كده نمي صواباه وبعدين دخلت بقى معاه في ان احنا نبتدي يعني شفت هواياته ايه لقيت ان هو محتاج يلعب بالبلوكس ابتديت اجيب بلوكس الاول وبعدين بازل وابتدينا ان احنا نلعب مع بعض بس الموضوع ده تم عن طريق كده انا بعلم النشاط الذهني الاولادي من خلال موقف حصل في الحياه او قصه معينه بحكيها او روايه او اي حاجه مؤثره بحس ان هم بيفتحوا مخهم وابتدوا يسالوا يسالوا اسئله فده في حد ذاته نشاط للذهن ان هم يقدروا يفرقوا بين الصح والغلط الحرام والحلال دي اكتر حاجه بحس اكتر من اللعب والحاجات دي النشاط الذهني مهم للطفل ان هو بيوسع مداركه يوسع افكاره ما حدوده على كتاب او على تجاربي انا يبتدي يكون هو تجاربه عشان يبقى فيه حاجه اسمها ترايل error اخطاء وفي نفس الوقت يعدل الاخطاء ازاي او يواجه المشكله دي ازاي سواء لعبه او تعامله مع اي حد فبتنمي ده فيه عشان يواجه بقى اللي هيواجهه قدام بقى في حياته لو انا مش جنبه رجعنا تاني بعد ما سألنا الأمهات وشفنا إلى أي مدى ممكن يكونوا بيمارسوا أنشطة ذهنية مع أولادهم أو بيدخلوا أولادهم في أنشطة مختلفة تنمي قدراتهم العقلية والذهنية لقينا أنه الحاجات المختلفة اللي ممكن تتعمل أه كتير قوي من الناس تقول طب احنا لازم نروح كورسات طب احنا لازم ندفع فلوس ال15 تدريب اللي هقول لكم عليهم دول مش محتاجين فلوس ولا محتاجين اي نوع من انواع التكلفه غير فكره الكونسستنسي الانتظام على ادائه اول حاجه قبل ما نبدا فكره التدريبات محتاجين ننظم الساعه الاولى والساعه الاخيره من يومنا لو جيت بسالكم اول حاجه بتعملوها اول ما تصحوا من النوم ايه هنيجي نلاقي في ناس كتير قوي يعني دلوقتي هتقول بتمد ايديها على الكومود جنبها وتقوم ماسكه الموبايل تشوف ايه اللي حصل او يعني معرفش بقت حركه لا اراديه كده احنا بقينا نعملها. ده لانه آه معرفش تعودنا ان المنبه موجود عايزين نشوف ايه اللي حصل آه نبدا نفتح المسجز آه نلاقي نفسنا شفنا الفيسبوك بنغرق في كم من الاحداث والاخبار اللي بتشتتنا في اول ساعه بنسميها ساعه البركه لمخنا ولعقلنا. نفس السيناريو بنعمله لما نيجي ننام بالليل ناخد الموبايل معانا في السرير نبدأ برضو نشوف كده يوتيوب على مش عارفة أحداث مختلفة كل ده بيملى العقل بشيء غير مفيد بالمرة لأن أثبتت الدراسات أن الساعة الأولى والساعة الأخيرة دول اللي بيبقى العقل فيهم في حالة نقدر نستفيد بيها أن يكون في مرحلة إبداع مرحلة أفكار كويسة جدا أو أنها تتولد في هذا الوقت إحنا بنسيء استخدامهم ويمكن كتاب قاعدة الخمس ثواني اللي كتبته ميل روبنسون آه الحقيقه ده كتاب آه يعني بيمثل فكره العادات بشكل كبير جدا وهي كانت آه حياتها متلخبطه جدا قبل الكتاب ده وقالت انها انا محتاجه ان انا آه اعيش حياه بشكل افضل. فالفكره دي جت لها لما كانت مره بتتفرج على آه برنامج وكان البرنامج ده عن حاجه في انطلاق صاروخ للفضاء ف لفت انتباهها طريقه العد اللي بيعدوا بيها لما ينطلق الصاروخ لقت ان العد ما بيتمش واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ولكن بيتقال خمسه اربعه تلاته اتنين واحد وقفت كده ثانية وتفكر هو العد التنازلي ده ايه فرقه عن العد العادي؟ لقت انه حتى واحنا دايما لما بنيجي نقرا زي ما بنقول كده من يعني بشكل عكسي للكلمات او حتى للحروف بيبقى فيه تركيز عالي قوي قوي غير لما انا بقراها بشكل عادي. هنا قالت ان ممكن جدا اللحظات اللي ناخدها نعد فيها بشكل عكسي ده ممكن يخلينا آه يا اما نقرر قرار سليم يا اما ان احنا نكون عايزين نعمل مثلا حاجه غلط وبعدين نرجع تاني للصح زي مثلا لما انا لو بعمل دايت وعايزه اكل شوكليت مثلا ورايحه اكلها لو عديت مثلا من خمسه لغايه واحد خمسه اربعه ثلاثه اثنين واحد انا بدي فرصه لعقلي انه لا ما تعمليش كده يعني ممكن بدل ما هاخد الشوكليت هاخد بدلها تفاحه او موزه حاجه مفيده وعشان كده كتبت في الكتاب بتاعها جمله مهمه جدا قالت عند سماعي صوت المنبه وحتى لو كنت في عز نومي أبدأ بالعد العكسي بصوت مسموع خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد ثم أنطلق كالصاروخ وأتحرك وأعمل المهام المطلوبة ودي هي التجربة اللي هي جربتها إنها لما تيجي تصحى من النوم يعني اللحظة اللي هي هتقول لا أنام نص ساعة أو أعمل سنوز أو اللي هو إن أنا أعمل منبه أكتر من مرة كده لا أنا هقوم على طول وفعلا بدأت كمان تعمل حاجة جميلة جدا إنها تحط الموبايل بتاعها بعيد عشان لما يدان تضطر انها تقوم تقفله فبالتالي تكون ايه زي ما نقول كده صحصحت خلاص هنا الكتاب بيحمل كل المعاني فكره ان احنا لازم نرتب الساعه الاولى والساعة الأخيرة وكتب كتيرة جدا اتكلمت عن فكرة الاستيقاظ مبكرا وترتيب الساعة الأولى من اليوم إن أنا ممكن أهتم بإن أعمل فطار صحي أركز في التودو ليست بتاعتي أو المهام اليومية ممكن أقرأ شيء مهم لو في بعض الحاجات الدينية اللي أنا ممكن إن أنا تديني جانب طاقة روحية ممكن إن أنا أقوم بيها هي دي الحاجات المفروض تتعمل لأن ده اللي بيظبط اليوم كله وزي ما دايما بنقول what starts right Ends right اللي بيبدا صح بينتهي صح هو ده اللي احنا محتاجين نعمله طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انا محتاجه ان انا اعملها عشان يبقى دايما عقلي في حاله رضا ويعني آه, احساس بالانجاز هي ان انا انبسط بالانجازات الصغيره آه, وده بيخليني احس ان انا لا انا اوكي تمام انا, أنا اوكي انا ممكن اعمل اكتر من كده آه, كتاب ميك يور كتاب جميل جدا جدا بيتكلم عن النقطه دي انه آه كاتب هذا الكتاب كل اللي عمله ان هو بدا يومه آه عشان يحس بالانجاز ان هو يوضب السرير بتاعه وبالتالي يوضبه بقى بحاجه بمزاج يعني ان هو يحط كل حاجه في مكانها ويشد السرير كويس وعاده دي انتظم عليها حسسته ان انا قدرت ابدا يومي بانجاز شيء لا يتعدى وقته عن خمس دقائق طبعا جربوا كده قولوا للاولاد هيجي يقول لك طب ووضب السرير ليه ما انا هاجي انام فيه بالليل يعني انا يعني ليه بعمل كده وده حقيقه انا سمعته من اولادي كتير بس قلت له تخيل كده لما انت تيجي تنام بالليل وتحس ان السرير بتاعك متوضا ومشدود كده زي نظام الاوتيل كده الجميل وكانك بتكافئ نفسك بعد يوم تعب آآ آآ ان انت تنام في مكان مرتب ونظيف. طبعا الموضوع بياخد وقت يعني عايز اقول لكم ان الموضوع مش هنقول لاولادنا كده حاجه على طول هيسمعوها يعني احنا نبدا بنفسنا نعمل معاهم العاده الجميله دي كل يوم ننجز حاجه صغيره لطيفه ممكن تكون بنوضب درج من ادراج المكتب، بيساعدونا في ان احنا ننظم حاجه معينه، وبالتالي نشعر ان في دايما انجاز صغير، وكان دايما في الكتاب التايتل بتاع الكتاب بعد ميك يور باد بيقول: if you want to change the world, make your bad. لو انت عايز تغير العالم انت محتاج ان انت تبدا الاول بالسرير بتاعك. طيب احنا كده عرفنا عادتين حلوين جدا جدا ان احنا ممكن نعملهم، طب لو احنا بقى عملنا شيء تاني مهم احنا بنفتقده في الايام اللي احنا فيها او العصر اللي احنا فيه ان احنا ما بناخدش بالنا من التفاصيل كل حاجه بتعدي علينا احنا كاننا مش موجودين عارفين هو انا عايش ومش عايش ده حقيقي بجد آه والسبب في ده يمكن الموبايل بنلاحظ لما بنكون في انتظار العيادات في اي مكان كل واحد وشه في الموبايل هو لا اخد باله مين اللي كان قاعد جنبه ولا اخد باله اي شيء حصل الا لما بيسمع اسمه وساعات كمان ما بنسمعش اسمنا لما بيتنادي علينا دي مشكلة كبيرة جدا لأن بتعدي علينا حاجات من حياتنا ما بنحسش بيها طب إزاي نبدأ نحس إن إحنا عايشين التفاصيل إن إحنا أولا طبعا نعمل حاجة لطيفة جدا ديسكونكت تكونكت هفصل الموبايلات والكلام ده أو الصخب الشديد ده عشان أبدأ أركز يمكن الفترة اللي فاتت دي أنا حسيت قوي لما النور قطع عندنا في البيت بحس الدنيا سكون كده وهدوء وبدأت أفكر وأحس إن أنا سمع صوت كل حاجة حواليا فبقيت يعني حاسه وسمع حاجات انا ما كنتش سامعاها قبل كده ده خلاني انه زي ما بنقول كده نستشعر العالم اللي حوالينا ممكن جدا نعمل الموضوع ده ان احنا فعلا نطفي كل حاجه حوالينا ونبدا نركز في ادق الاصوات او ان احنا نقرر ان احنا في اليوم ده هناخد بالنا من حاجه معينه تمام انه وليكن مثلا واحنا ماشيين في الشارع هناخد بالنا من الاعلانات اللي في الطريق هناخد بالنا مثلا من طرق اللي هي اللي هي بنسميها مثلا ده طريق ايه وده طريق ايه وهكذا ممكن نعمل ان احنا ونتفرج على فيلم نبدا نركز في تفاصيل معينه ونسال اولادنا عليها رحنا مطعم نركز جدا مثلا اسم المطعم ده ايه ساعات بيبقوا كاتبين كده تاريخ المطعم ده ايه وبدا السنه كام نبص في المنيو حلو نركز في تفاصيله الحياه دي بتخلي الانسان يحس ان هو عايش وده بيبقى معنى حلو جدا انه يخلي الانسان اكثر تركيز واكثر انتاجيه بعد الفاصل هنكمل ايه هي الطرق اللي احنا ممكن نتبعها عشان نكمل النشاط الذهني اللي احنا عايزين نعمله ونحققه احنا واولادنا كل يوم في الفاصل اتكلمنا عن اول ثلاث حاجات او اول ثلاث انشطه يساعدونا على زياده لياقه لياقتنا الذهنيه بشكل يومي. تعالوا كده نتكلم عن رابع رابع حاجه هي الخروج عن المالوف. المشكله ان احنا الروتين بيخلي الواحد ما ياخدش باله من حاجات كتير قوي قدامه. لما احنا بنعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه كل يوم عقلنا خلاص بيسميه ان هو نجلكت او ان هو ما بياخدش باله وخلاص منها زي كده اول ما بنحط مثلا فاز مثلا جديده في البيت بنبقى واخدين بالنا قوي منها كل ما احنا رايحين وجايين كده شايفينها بعد اسبوع خلاص احنا ممكن ما نكونش حاسين اصلا بوجودها نفس الطريقه لو احنا النهارده كل يوم بنروح مثلا من نفس الطريق الشغل فخلاص انا ساعات بلاقي نفسي وصلت من غير ما انا اكون خدت بالي من تفاصيل الطريق عامل ازاي عشان أنشط عقلي محتاجة أكثر الروتين أكثر المألوف، ازاي؟ ممكن أجرب إن أنا أروح من طريق جديد ممكن أغير أماكن الحاجات في, في البيت أو أطلب من الأولاد يغيروا مثلاً شكل أوضتهم بطريقة معينة، فبالتالي ده ينشط عقلهم. آه كمان ممكن نغير ترتيب أماكن الحاجة، فبالتالي بدل ما أنا خلاص إيدي بقت تفتح حاجة تلاقيها على طول، لا ممكن أغير ترتيبها بشكل آه يعني يساعدني على إن أنا عقلي يشتغل، أفكر هو أنا حطيتها بقى فين؟ فأبدأ أفكر أكتر. آه كمان ممكن أعمل آه حاجات جديدة آه يعني مثلاً لو كل يوم بحب أفطر بيض. ممكن اعمل البيض ده بطريقه مختلفه مش لازم دايما مسلو؟ ممكن اومليت ممكن اعمله مره بالمشروم ممكن اجربه اعمله زي مثلا الكب كيكس وهكذا فبالتالي انا بخلي عقلي يفكر كل يوم في اساليب جديده مختلفه خروجا عن المالوف خامس حاجه ان احنا لما بنيجي نقرا بنقرا بصوت يعني عادي كده صامت يعني ساعات كتير ما بنركزش بنعدي حاجات ونسرح ونلاقي نفسنا مش فاكرين احنا اصلا بنقرا ايه لكن لما بنقرا القراءه الجهريه او بصوت عالي بنبدا نحس بالكلمات وبنبدا تستوقفنا معاني معينه لما نيجي ننطقها غلط نقوم ناطقينها تاني وهكذا عشان كده احنا مهم نخلي اولادنا واحنا كمان نعمل زي كده قعده قراءه بصوت عالي كل واحد ممكن يقرا فقره معينه لو الطفل صغير امسك قصه واقرا له القصه دي هين ده هينبهه بشكل كبير وكل شويه ممكن اتوقف واساله يا ترى انا وقفت عند فين؟ طب بلاش ولا اقول لكم بلاش سؤال وقفت عند فين دي لانه بيخلي الطفل يحس ان انا يعني بستجوبه، لا ممكن اقول ايه رايك في الفقره اللي انا قلتها اللي فاتت دي؟ آه طيب لو انت مكان البطل ده تعمل ايه؟ ده سؤال افتكر يبقى يعني زميه مور انجيجينج أكتر يعني تجاوب مع الطفل. طيب استخدمنا القراءه نستخدم الورقه والقلم كلنا دلوقتي بقينا بنستخدم كيبورد بتاع الموبايل او الكمبيوتر فبقينا نسينا الورق والقلم وفي ناس حتى كمان بقوا بيقولوا لي احنا قطنا تأثر من موضوع ان احنا ما بقيناش نستخدم ورقة وقلم الورق والقلم بيساعدوا على التركيز بشكل كبير جدا بينشطوا اماكن مختلفه داخل المخ لان انا بستخدم يعني ماسكه القلم وطريقه التركيز او لما بعمل الوان او فرش او اي حاجه ده بيخليني ان انا يحصل توافق ما بين قدرات ذهنيه مختلفه داخل المخ. عشان كده لازم ممكن نعمل انشطه مختلفه فيها استخدام للورقه والقلم. ممكن اكتب قائمه الاعمال بتاعتي، مشترياتي، ممكن اكتب مثلا نكتب لبعض كروت مثلا بمناسبه معينه داخل الاسره، نرسم، نلون، المهم ان احنا نستخدم ورقه وقلم. طيب لو احنا جينا قلنا استخدمنا الورقه والقلم. نستخدم عضلاتنا كتير قوي مننا دلوقتي بقى بيرتبط انه ايه يبقى بالعربيه او ان احنا بالريموت كنترول زي ما قلنا لا احنا محتاجين نستخدم عضلاتنا الكبيره والصغيره. الكبيره اللي هي زي اللي بنستخدمها في الرياضه في المشي الايدين والرجلين والعضلات اللي هي بنسميها الكبيره العضلات الكبيره في الجسم يعني لكن محتاجين برضو العضلات الدقيقه او بنسميها التكتايل ماسلز اللي هي عن طريق مثلا الاشغال اليدويه الدقيقه قوي لو بعمل حاجات زي مثلا تلوين مثلا بفرش دقيقه حاجات زي الدق الدقيق قوي مثلا او نحت او حاجات زي كده ده بيشجع بشكل كبير جدا ان احنا نشغل عضلاتنا وبالتالي ده بينشط المخ بشكل كبير والصلصال كمان طبعا من الحاجات الجميله جدا جدا للاولاد. لو جينا قلنا رقم ثمانيه نستخدم العكس. يعني ايه العكس؟ انا بكتب بايدي اليمين لو جربت اكتب بايدي الشمال ده في حد ذاته تحفيز لعقلي او لمخي انه يبدا يبقى انشط لان بعمل حاجه انا مش متعود عليها فاللي بيكتب ايده الشمال يجرب يكتب ايده اليمين اللي بيكتب ايده اليمين يجرب يكتب ايده الشمال او حتى يعمل فرشه السنان طبعا ما عدا الاكل هو اللي هناكل باليمين لكن ممكن انشطه كتير اثناء اليوم نعمل موضوع التبديل العكسي وفي تمارين كمان لو دخلنا كتبنا برين جام هنلاقي في تمارين كده اللي هو مثلا ارفع ايدي اليمين مع مثلا مع رجل الشمال بطريقه معينه او العكس تدريبات ده بيدي توافق بشكل كبير جدا ويخلي فيه زي حاجه اسمها كوردينيشن او اتساق او تناسق وده بيبقى من المهارات المهمه جدا جدا لينا ككبار او صغيرين. لو جينا اتكلمنا عن الموسيقى الموسيقى هنا اللي بتكلم عليها مش الموسيقى الصاخبه او اللي هي بشكل عشوائي انا بتكلم عن موسيقى اللي بتساعد بنسميها ويفز معينه او موجات معينه في المخ انها تبدا تتنشط والحقيقه اتعمل دراسه على موسيقى موزارت انه قالوا فيها حاجه كده غريبه بتساعد على ذكاء الطفل وعملوا تجارب كتير طبعا انا ما تمش اثبات صحتها بشكل كامل لكن آه لقوا انها حتى بتدي ايفكت آه بسيط او يعني زي ما بيقول لحظي او وقتي انه بينشط ان الاطفال تقدر تستوعب بطريقه كويسه جدا ولما بحثت في الموضوع ده لقيت كميه آه مقطوعات على اليوتيوب مثلا مودزرت فور بيبيز آه مش عارفه مودزرت فور ستاديينج وجربت اسمعها كده لقيتها فعلا لطيفه يعني يعني حسيت انه آه احساس لطيف ان احنا نسمع موسيقى ما يبقاش فيها كلمات او آه او ايقاع ثاقب ده بيساعدنا على ان احنا آه مخنا يبقى انشط بشكل كبير. عشر حاجه محتاجين العاب التركيز. نستبدل العاب بدل ما نجيب هدايا لولادنا بلاي ستيشن مش عارفه كام و.. والحاجات الجديده بتاعه الالعاب المختلفه خلونا نهديهم بشطرنج بازل ونتحدى بعض كده في ان احنا نعمل بازل 250 طب ندخل على 500 طب يلا بينا على ال 1000 وانا جربت التجربه دي حقيقه بس ما وصلتش لسه الألف. لكن في 250 كانت جميله جدا وبجد فيها انجاز رائع رائع لو تحسوا بعدها بصحيح مخنا بيبقى تعبنا في الاول لكن بعد كده بنحس باحساس بالانجاز عالي جدا خصوصا لما نشارك مع اولادنا وفي كمان الروب كيوب اللي هو بيبقى عارفين الالوان ده اللي بيبقى, بيبقى هدفنا ان احنا نجيب الالوان كلها مع بعض ده برده فيه فكر حلو جدا نقدر ان احنا نطبقه رقم 11 زي ما بنلعب العاب التركيز محتاجين ان احنا ننمي الالعاب الذاكره البصريه دلوقتي كتير مننا يقول ايه انا شفت فلان ده بس مش فاكر شفته فين انا الكلمات دي مش فاكر خالص ان انا شفتها قبل كده دايما نقول مش حاسين ان احنا شفنا قبل كده ده عشان احنا بقينا ما بننتبهش قوي وذاكرتنا البصريه بقت معتمده على سرعه عاليه قوي لو تشوفوا احنا الموبايل بن بن بنعمل سكرول سريع ازاي اكيد مفيش وقت ان احنا نتذكر التفاصيل دي عشان كده ممكن نرجع للالعاب الجميله زمان كنت بحب قوي الفروقات اللي بتبقى موجوده في ميكي يا ترى مين يقدر يلاقي عشر فروقات موجوده بين الصورتين او ان احنا نستكمل الشكل كان بيبقى دوتس كده او نقاط واحنا نكمل الشكل او نتتبع كل دي بنسميها فيجوال سكيلز بتساعد على الذاكره او ان احنا نجيب فاكرين كروت كوتشينا ونبدا نقلبها بشكل عشوائي ونفتح كارت ونشوف الكارت ده كان فين وموجود منها كتير قوي قوي ابس على الموبايل ممكن نستبدلها بالالعاب اللي هي العنف لالعاب ذكاء يجي رقم 12 وهي فكره الالعاب اللغويه الاولاد للاسف يعني ما بقاش عندهم مرادفات كتير يعني هو حتى لما بييجوا يكتبوا او اشوف موضوع تعبير او كومبوزيشن او اي حاجه هم بيكتبوها نفس الكلمات اللي بيقولوها هي هي متكررش كلمه واحده وبيحطها هي هي في الباراجراف كله او في المقال كله عشان ما عندوش حصيله لغويه عشان ننمي الجزئيه دي احنا ممكن نلعب العاب كلها بتساعد على الموضوع ده زي ايه لو فاكرين اتوبيس كومبلي اللي كنا بنلعبها زمان حرف ونطلع منه اسم حيوان اسم جماد اسم عاصمه بلد كنا بنحط فيها معلومات بجد وكانت بتثري ثقافتنا بشكل رائع جدا وكمان كنا بنعمل حاجات اللي هي من الحروف نكون أكبر عدد من الكلمات، ممكن نعمل كلمات متقاطعة، في لعبة كده اخترعتها الأولاد مرة قلت لهم تعالوا نشوف كلمات جوه كلمات، قالولي إزاي؟ قلت لهم يا يعني مثلا كلمة كاربنتر، النجار، تعالوا نطلع منها كلمتين جوه الكلمة دي، فلقينا كار ولقينا بان، طب لو جينا جربنا ترين قالوا رين، طب لو بالعربي سحلب، لب، طيب مثلا ممكن قمر قال مر، وهكذا احنا ممكن احنا نالف وتبقى لعبه جميله جدا جدا وبالتالي ممكن تبقى كمان مدخل الام انها بدل ما يبقى السبيلنج كده ممل او الإملة لا ندخل الالعاب الجميله دي مع في وسط المذاكره كده. رقم 13 السرد والحكي. النقطه دي مهمه جدا واحنا عندنا مجموعه حلقات كامله بتتكلم عن الحكايات واثارها ازاي مع الطفل سواء في اللغه او في التعليم او في اي مجال احنا محتاجين برضو نالف قصص نسالهم ماذا لو كمل القصة اللي انت بتقولها دي كلها حاجات هتنشط عقله بشكل كبير جدا جدا و14 اسأل جوجل أكتر حاجة جميلة في الأولاد دلوقتي لما بنيجي يكونوا قاعدين مثلا احنا مش عارفين حاجة معينة أو سألوني سؤال أنا مش عارفاه وعادي جدا أقول مش عارفة يقوموا جايبين جوجل على طول ويسألوه يبدأ يجيب لنا إجابات كتيرة جدا جدا تساعدنا على إن احنا نعرف الإجابة بشكل سهل جدا اخر جزئيه بقى اللي هي 15 اللي عايزه اختم بيها النهارده هي ان احنا نتواصل مع جسمنا يعني ايه تواصل مع الجسم يعني احنا ساعات كتير بنحس ان علينا في ناحيه وجسمنا شغال في ناحيه تانية ده بيبقى حقيقي موتر جدا لينا لانه احنا محتاجين ان احنا عن طريق التامل وعن طريق ان احنا نحس بناكل ايه بنتحرك ازاي جسمنا تعبان ولا مرتاح دي نقط مهمة جدا جدا عشان دايما يبقى في اتساق بين العقل والجسم بشكل دايما مستمر كده أنا قدمت 15 تدريب مش محتاجين أي تكاليف كلها حاجات بسيطة ممكن نعملها في البيت نبدأ نجربها ونبدأ نشوف أثرها علينا إن شاء الله بإذن الله إحنا وأولادنا وعلى لياقتنا الذهنية أتمنى تكونوا استمتعتم واتعلمتم حاجات جديده النهارده والقاكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج ازاي